رأت مصادر الجيش السوري الحر في التعبير التي استخدمها الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحفي بحق اللاجئين السوريين انكشافا لمحور المخادعة ولمرتزقته وأقزامه. المصادر أضافت لصحيفة الشرق الأوسط أن باسيل سيحاكم هو وأسياده في طهران إلى دمشق فبيروت على كل ما فعلوه بحق الشعبين اللبناني والسوري خلال 40 عاما من القتل والحقد وزرع الفتنة والعنصرية والطائفية.